السلام عليكم ورحمة الله. أنا عبد الله مفيد ابن المرحوم محمد بن العربي في قبيلة البهالة في المنطقة ديال راس العين، 70 القيادة ديال راس العين. فأخويا المشكل عندنا ديال واحد السيدة استغلت الوقت اللي الوالد ديالي مريض فيه ومبقاش كيمشي للبلاد بزاف وهذا، وبحكم الكبر ديال السن أنه دابا راه توفى وعنده 87 سنة، فاستغلت الفرصة وحنا ما كاينينش وهذا، وترامات على الأرض ديالو بزاف. يعني بنات واحد الحيط سدات علينا الباب، ولات الأرض والدار مبنية في 1967 وعند الباب ديالها كيشوف الطريق، جات سدات ديك الطريق وقالت لك سير فين ما بغيتي تمشي، كأنه ما كاين لا قانون لا والو. سدات الطريق من تما بواحد الطريقة مفضوحة وطلعت واحد الصور تقريبا في شي متر ولا متر ونص صيبوه بالحجر ودخلوه في الأرض ديال الوالد بزاف. دابا حنا فين ما كنمشيو ونشكيو ولا شي حاجة وهذا كنصادموا بواحد الواقع تيقول لك الشهود والناس تما في العروبية راه شي كيشهد لشي، راه مكيبغيوش يشهدوا لينا حنا. هذا دابا الواقع ديال الأرض راه واضح. الأرض كانت طريق مشروكة وكذا، وجاو واحد الطريقة راه مفضوحة كتبينها الوثائق كتبينها كل شيء، بس سدوا الطريق ما بقاش عندنا حنا منفذ كاع منين نمشي ولا منين ندخلوا. وهذا هو اللي بغيت نقول انا، حنا فين ما كنمشيو للدارك الملكي ولا هذا كيخرجوا كيديروا معاينه يشوفوا، راه ما شافوا واحد الوقيته الحجر ما كاينش. بقدره قادر طلع واحد فاش الوالد مريض طلع واحد المتر ونص ديال الحجر، ملي كتمشي عندهم علاش هذا الحجر طلع كيقول لك سير المحكمه، لا بروسيدير ديال المحكمه كطوال، كترجع للجندارم تيقول لك لا راه داكشي في المحكمه ما عندناش حق نديروه. وكان عليهم هما في الاول يحبسوه، فاش يلاه طلع بمتر ونص كان عليهم يحبسوه، هما جاوا شافوه عندهم تصاور وعندهم، وحنا عندنا فيديوهات يعني كتبين ان الارض ما كان فيها لا حجر ولا طريق مقطوعه ولا هذا. الطريقه اخويا دابا هادي كنتمناو من الله يعني يشوفوا، وكنطلبوا من الله غير تكون العداله يعني تقول الكلمه ديالها، ويكون شي خبير اللي يخرج يشوف ويدير معاينه. هو راه كيعرف بين هما البلاد، الدار مبنيه في 1967 الطريق ديالها كتشوف قبله، الباب ديالها كيشوف قبله كيشوف في الطريق، ورانا ارض فلاحيه ما 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 فيها لا طريق لا والو، ارض ديال الملامي ما يمكنش ندوزو عندهم. لتحتنا كاينه ارض ديال الملامي ما يمكنش ندوزو عندهم. عندنا الباب والطريق عندنا من جهه الشرق، راه ما حبسوا علينا. دابا راه بقات الدار مسدوده ما عندناش منين ندخلوا لها ومنين نخرجوا لها. نتمنوا من العداله تقول الكلمه ديالها ان شاء الله، وتكون شي الامور دوز بنزاهه وصافي. حنا بغينا حقنا وصافي، بغينا حقنا. راه اللي خرج شاف تما ودار معاينه راه كيبان ليه كل شيء. السيده الا كتعنى بالفلوس وكتعنى بالمعارف وكتعنى بهذا، حنا راه كنتعناو بالله وبالحق وبالقانون. هذا هو اللي كاين. شكرا اخويا بارك الله فيك. المنسق الجهوي لجهه الدار البيضاء سطات، تنتكلموا اليوم على الارض ديال المرحوم العربي مفيد. هذا العربي مفيد كانت عنده واحد السيده تجيه من العائله ديالو بنت عمو، وكانت استغلت المرض ديال هذا السيد العربي مفيد. كان على طريق على حال الفراش، واستغلت تما وبدات تلعب طويل، بدات تدخل بشويه 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 حتى طرمت الارض اللي كانت يمشيو منها المشي اللي غادي واللي جاي. هاد السيده هادي بانه تتعنى تقول لك بانه عندها الفلوس وعندها هذا وعندها هذا وعندها هذا وعندها السلطات. حنا صنطليا، حنا المنسقين الجهويين لجهه الدار البيضاء سطات، صنط سيدنا قال حلوا مكاتبكم واستقبلوا مواطنكم وحلوا مشاكلهم. انا جيت درت معاينه لعين المكان، انا المنسق الجهوي لجهه الدار البيضاء سطات، وجيت درت معينه لحي العين المكان، وقيت واحد الحاله لا يعلم بها الا الله. ودابا تنطلب من السيد مصطفى فارس رئيس السلطه القضائيه
والسيد رئيس النيابة العامة، سمعتيني، والسيد العام اللي تابع جهة دار بيضاء سطات سي حميد دوش، يشوفوا هذه القضية هذه ويهضروا مع السلطات، والقضية راه في المحكمة المشهورة ديال بن حمد. وتنتمنوا راه عاوتاني نكرر، سيدنا تيقول لنا حلوا مكاتبكم واستقبلوا مواطنكم وحلوا مشاكلهم. هاد الناس راهم ضرورين. وهاد السيده التي تقول قالك ان جاكم فاسق بنبئين فتبينوا ان تصبحوا قوما بجهاله ما تصبحوا على ما فعلتم نادمين. راه هاد السيده راه تعدات وفات التعدو، وانا لله وانا اليه راجعون. هاد السيده خص ولا بدا تعاقب الترامي الى ملك الغير، وتتوسخ في الناس في السلطات، وتتوسخ في القضاة، وتتوسخ في الدراك، وتتوسخ في الجامعات، وتقول انا في يدي اعطي نعطي. اش تعطي؟ العطي الله، المعطي الله ليس بالعطي. وشكرا، الجريدة على هذه الاستضافة. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.